ولكن انا في حقيقه اللي حاليا اللي مقتنعه به وعجبني بزاف هو السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير، نتوما لاباس؟ كما العاده قناه حنان الطيبي كترحب بكم ديما وكتقول لكم مرحبا بكم في قناه حنان الطيبي بطبيعه الحال، وكتقول لكم قبل ما تبدا لا فيديو ما تنساوش انكم ديروا لي لايك، دعموا قناه حنان الطيبي بلي لايك. غادي ندوزوا لا فيديو اخر اللي غنهضر لكم على التعاليق بطبيعه الحال، البنات اللي كنت مازال ما جاوبت ليهمش على التعاليق ديالهم، الا شفتوا راه باقا في نفس البوزيسيون دونك غير حاولت كما قلت لكم نقسم لكم لي فيديو. غادي نكملوا التعليق بطبيعه الحال. فين وصلنا؟ فين وصلنا؟ وصلنا لهنايا. واحد السيده كذلك قالت لك عندها لي طراس ديال الحبوب، اولا هذوك فاش كيتحيدوا الحبوب كيبراو كتبقاو داك ليطاش ديال داك لي طراس ديالهم في الوجه. قالت لي اختي شنو يمكن ليا ندير ليهم؟ كنقول الاخت الا كانت فيدال انها دير شي قام وتكمل تكون يعني ماشي تشري وتحط ما ديرش، يعني خاصها ديرها. كاينين داك لي كريم بصفه عامه بطبيعه الحال خاصك ضروري تكوني تكوني كيفاش نقول ليها، تكوني زعما مهتمه بداك الشيء اللي كريم اللي كديري وتكوني كتستعمليهم يوميا. عرفتي بحال ملي كيجيك العطش كتمشي تشربي، راه بحال هكاك حتى لا كريم خاصك تكوني متبعاهم ومنظمه داكشي ديالك باش تعطيك نتيجه. الا كديري اليوم وغدا لا ويومين ونهار لا، راه هكاك راه بطبيعه الحال ما كتكون لا نتيجه لا والو. علاش؟ حيت حنا ما عندناش الصبر، من النوع اللي ما عندناش الصبر. كنبغيو ندهنوا وجهنا اليوم غدا بعدو خاص يكون صافي، يعني كل مره كنمشيو نشوفو في المرايه راه كما كتوقع علينا كناخذو شي حاجه اونتيتاج، كنمشيو كل مره كنشوفو في المرايه وجهي كيولا تحيد ما تحيد. هو ما عمرك تحكمي على راسك، الناس اللي تيكونوا شحال هادي ما شافوك هما اللي يقدروا يحكموا عليك ويقولوا لك البشره ديالك واش زوينه، واش ما بقاوش فيك ليطاش، واش كاين فيك. هذا هو اللي مهم. المهم بالنسبه لي طراس ديال الحبوب اللي انا بصراحه اللي هو بحر بزاف اونتيتاش وبزاف ديال الكريم زوينين وبزاف ديال الكريم اللي كيعطيو نتيجه مزيانه، ولكن انا في حقيقه اللي حاليا يعني مقتنعه به وعجبني بزاف هو اوسيرين. انا بالعاني راه حطاهم هنا باش نوريهم لكم. سمعوا شي حد يصلح شي حاجه، سمحوا لنا على الازعاج. المهم انا راه بالعاني حطاهم باش نوريهم لكم. اختي الا بغيتي تحيدوا لي طراس ديال الحبوب خودي لا غام اوسيرين اللي فيها سيروم وفيها كريم دو نوي وفيها كريم دو جور وفيها الواقي الشمسي. لا غام كامله يمكن لك تاخديها، كوني على اكيد انه غادي يحيد، غير ما يكونوش الحفيرات. الا كانوا الحفيرات راه ما يمكنش، الا كانوا على طبيعه هكا ديال الحبوب كوني على اكيد 100% حيدهم لك. ولا باش ما ننساش يا ربي بلاصه السيروم راه كاين واحد اوسيرين سبوت جو بونس، هو راه ستيلو كديري غير على لاطاش، كديري غير على لاطاش ديال 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 الحبوب. نسيت يا ربي، دونك ماشي هذا اللي خاصك، خاصك هذاك ديو سبوت جو بونس سميتو، هو راه ستيلو. تقولي لها عطيني داك ستيلو اوسيرين ديال لاطاش راه غزال هذاك، والواقي الشمسي بطبيعه الحال ما تنسايش الواقي الشمسي. سورتو انت بالنسبه للاخت اللي عندها لي طراس ديال الحبوب خدي النيت ديال هاد لا كام راه زوين زوين بزاف. يعني هادشي اللي نقدر ننصحك به، ومين يتحيدوا ما غاديش يعاودوا يرجعوا لك، كوني على اكيد بطبيعه الحال الا كتستعملي ليكرون كل جو سوايع. بالنسبه لواحد الاخت قالت لي لا كريم لا فيتامين او بروفيتال لا فيتامين او، قالت لي واش كيحيد اثار الحبوب، واش كيوحد اللون، وإلا درتو بالليل ونغسل وجهي الصباح واش نخرج يعني فاش نكون خارجه ما يسمرش ليا وجهي. كنقولها بطبيعه الحال لا فيتامين او راه زوين حتى هو، يعني فيه بزاف ديال النتائج اللي هي مرضيه اللي الناس بزاف لقاو عليه نتيجه زوينه. وبطبيعه الحال على حسب الثمن ديالو في متناول الجميع مع المده، يعني ما نقولكش انا شهر ولا 15 يوم غيحيدك اثار الحبوب، غيوحد لك لون البشره بطبيعه الحال مع المده يقدر يحيدهم لك ممكن بطبيعه الحال. اما توحيد لون البشره فكوني على اكيد انه غادي يوحد لك لون البشره. اثار الحبوب كيبقى على حسب البقع اللي عندك، واش زعما غامقه بزاف، واش لا، واش كبيره، واش صغيره. حيت بالنسبه لاثار الحبوب يقدر يحيد لك غير الا كان شي حاجه خفيفه، مي هو كيعطينا واحد النضاره للبشره ديالنا، كيوحد لنا اللون ديال البشره ديالنا. وبطبيعه الحال واخا تخرجي في الصباح ما كاين حتى شي اشكال، ولكن بطبيعه الحال خاصك ديري الواقي الشمسي. يعني ماشي تقولي غسلت وجهي ونخرج، خاصك المرطب مع الواقي الشمسي وان شاء الله ما يديرك حتى شي حاجه.
واحد الاخت كذلك قالت لي ها نيت، راه ديجا كنت هضرت في لا فيديو اللي فات على هذه القضيه، قالت لك عندها كريم ديال التجاعيد كديرو كمرطب مزيان، قالت لك واش ممكن ديرو تحت عينيها، يعني عاد تاخذو كوم كونتور دي زيو غديرو تحت عينيها. تنقول للاخت ما يمكنش، يعني كل حاجه في بلاصتها، كريم ديال الوجه بوحدو وكونتور زيو بوحدو، علاش؟ حيت يقدر ياثر لك على عينك، يقدر يدير لك يدير لك شي حاجه، المكونات ديال الكريم اللي الوجه ماشي هما ديال المكونات اللي تيكونوا عندنا في الدور ديال العين، يعني في الكونتور زيو، يعني ما تعاوديش انك تشدي وديريه من هنايا، لا خليه بوحدو، وكريم ديال تحت العين كذلك بوحدو بطبيعه الحال، هادشي غير باش ما ياثرلكش على عينك وصافي. اخت وحده اخرى قالت لي واحد الاخت قالت لي خدات بيوكلين وما لقاتش فيها التاريخ، قالت لك وما عرفتش شنو ندير. انا حطيت حدايا هنايا باش نوريها لك، ها انت هاد الصباغه ديال بيوكلين اللي ديجا كنت شفتها معكم بطبيعه الحال، قلبتها حتى انا حيت ما نكذبش عليك ما كنتش رديت لها البال، قلبتها ما فيهاش التاريخ. انا نقول لك علاش ما فيهاش التاريخ، ولا شفتو حتى ديك لابوبيل اللي كتكون انا ما فيهاش، علاش؟ حيت الكريمه كنبقاو نحلو نديرو نسدو نحلو نديرو نسدو، الصباغه لا غادي نحلها غنديرها كامله، ولا كاع 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 غادي نديرها بحال دابا كان عندي الشعر قصير ولا درت عليه غسيل غنديرها بحال دابا من هنا واحد بانجور عاوتاني نعاودها، ماشي غنجلس عندي عام ولا هذا، وهي حيت فيها مكونات طبيعيه هذاك الشيء علاش ما دايرينش فيها التاريخ، يعني شحال ما جلست ما كاينش اشكال بطبيعه الحال، غير ما تفتحش وتجلس مده طويله محلوله، يعني شحال ما جلست ما كاينش مشكل، فهمتي كيفاش؟ يعني غير خديها ما كاين حتى شي اشكال، ما غضرك ما دير لك حتى شي حاجه خايبه حيت هي ديجا فيها مواد جد طبيعيه. واحد الاخت كذلك بغيت نحط هذا، واحد الاخت كذلك قالت لك بان لا كريم سي غافي ما لقاتهاش مقطوعه. المهم بديت نقرا دوك لي واحد السيده جاوباتها قالت لك بانها لقاتها. بالنسبه للبنات كاينه بعض المرات شي اخت كتمشي لا باغا ولا لا فارماسي اللي كتكون عندها هذيك الباغا كليانه ديالها، كتمشي لها ديما كتقول لها مثلا عطيني لا كريم، كتقول لها ما كاينش، كتقول لها لا راه مقطوع، هو مثلا غير تعطل عندها مازال ما جابتوش كتقول لها مقطوع، كتنوض السيده كتقول لك لا راه مقطوع، سي غافي اختي موجود وكاين، وهاد لابوغاتوار بوغاتوار اللي هو كبير، لابوغاتوار اللي كبير بزاف ديال لا روش بوزي بطبيعه الحال، اللي ميمكنش ما يكونوش عندهم هاد لي برودوي هادو، المهم سي غافي راه سولت لك ولقيتو كاين، كاين في لاباغ اللي عندنا حنا عندنا ان بريزونطوار قدو قداش، فيهم الجل نيتوايون، فيهم لي كريم بور لو كور، فيهم ديال الوجه، المهم قلبي عليه راه كاين، ما لقيتيش في ديك الباغا شوفي باغا وحده اخرى، وعلى ما فهمت قلت لك في الدار البيضاء، والدار البيضاء تبارك الله وصل عندي راه تما فين موجود هذاك الشيء، تما فين كاين بكثره، وما تنساوش بان المدن كاملين راه كياخذوا من الدار البيضاء، يعني لا بيبار ديال لي لابوغاتوار كاينين في كازا، دونك لي كريم راه موجودين تما، وحتى الثمن ديالهم تيكون في متناول الجميع. اخت كذلك سولتني على بيو اويل اللي كنت ديجا استعمل، اللي كنت ديجا شاركته معكم في واحد لا فيديو، قالت لي واش نستعمله في الصباح. اخت كنقول ليها الا شتي لا فيديو غتكوني شتي الطريقه كاع كيفاش شرحت وكيفاش قلت هذاك الشيء كامل، هذا كيدل على انك ما تصنتيش ولا ما سمعتيش لا فيديو مزيان. انا داكشي قالت لي واحد النهار واحد البنت قالت لي بانني يعني كل ساعه كنعاود الهضره كنكرر الهضره بزاف، علاش كنكرر الهضره بزاف؟ حيت ما عرفتش انايا واش ما كتفرجوش ولا ما تسمعوش مزيان ولا غير كتقراو العنوان وتصيفطوا كومونتير، ما عرفتش علاش. انا بيو ايل ديجا هضرت عليه وشرحته وقلت الطريقه كيفاش، يمكن لك ديريه حتى بالنهار ما كاينش مشكل، حيت هو ميدم بزاف بزاف بزاف، راه كديري غير واحد النقيطه وكديني غير شي شويه خفيف ظريف وديري ليكرون فوق منه وخرجي ما كاينش مشكل. يعني على دخلتي لهاد لا فيديو ديال بيو ايل غتلقيني شارحه داكشي بالتدقيق. صافي باش ما نطولش لا فيديو بزاف، غنخلي هادو في فيديو واحد اخر كنقسم لكم هادشي باش ما يجيش طويل بزاف. ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم البنات، ما تنساوش بانني كنحماق عليكم وتوحشت هاد الجلسه هادي، شحال هادي ما درتهاش، توحشت انني نهضر معاكم انني نجمع معاكم، كانت اي حاجه احساس ديالكم راه كيوصلني، وكنتمنى حتى انا احساسي يكون راه كيوصلكم بطبيعه الحال، وبيكم ان شاء الله غادي نزيدوا القدام وغتكبر قناه حنان الطيبي، وغادي نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.